نشاط اليوم وهذا اللقاء اللي هو لقاء مع مجموعة من الفاعلين المحليين وكذلك مجموعة من الهيئات والمؤسسات بما في ذلك المصالح الخارجية، هو لقاء يأتي في إطار انفتاح مؤسسة الجهة على محيطها وعلى مجموعة الفاعلين في سياق يتسم بإعداد الجهة لمخطط التنمية الجهوية، واللي من المفروض أن يكون مخططا تشاركيا يتم من خلاله إشراك كافة الفاعلين المحليين والجهويين. هذا اللقاء اليوم هو لقاء من أجل خلق مجموعة عمل للتفكير في مجال إدماج بعد الإعاقة في السياسات الجهوية. من هذا المنطلق انفتحت الجهة في إطار شراكة مع جمعية الحمام البيضاء وكذلك شبكة الإعاقة بشمال المغرب التي تضم أكثر من 16 أو 17 جمعية كتشتغل في الإعاقة، واللي من خلال هذا اللقاء ومن خلال تشكيل كذلك ديال هذه مجموعة العمل اللي مازال قدمها واحد 7 ديال اللقاءات أخرى من أجل التشاور العمومي، من أجل التفكير، من أجل خلق مجموعة الأفكار التي قد تفيد في إدماج الإعاقة، وكذلك من خلال تحويل السياسة القطاعية إلى سياسة عمومية. كان نترقبوا على أن هذا اللقاء هذا وهذه مجموعة العمل اللي اليوم كتشكل على أنها تخرج بمجموعة من الأفكار، مجموعة من الخلاصات اللي ممكن يتم الإدماج ديالها في المخطط ديال التنمية الجهوية مستقبلا، واللي كذلك من خلاله غادي نحاولوا ما أمكن على أننا نبقاو على تواصل دائم من مجموعة الفاعلين الذين يشتغلون في هذا المجال.